خلينا بقى دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن لاعب هيكون سبب في التتويج بالكونفدراليه. اختار لاعب تتوقع تألقه امام نهضه بركان ووجه له رساله تحفيزيه. خلونا نشوف كده جمهورنا قال ايه على السوشيال ميديا، ونبدا من عند عبد الله علاء. صباح الخير عليك محمد عواد، هيكون نجم الماتش باذن الله، ولا يهمك يا عواد على الاخطاء اللي فاتت، وحط كلام الناس ورا ظهرك وما تفكرش فيه نهائي، وانت قدها لانك حارس كبير وهتجيب لنا البطوله ان شاء الله، وهتكون نجم الماتش باذن الله، والبطوله زملكاويه. سيد فارس، صباح الخير عليك، بختار ال 11 راجل اللي هيلعبوا المباراه، كل جمهور الزمالك يثق فيهم وفي قدراتهم، وباذن الله يكونوا على قدر المسؤوليه، وربنا يكلل جهودهم بالتتويج بالبطوله، زملكاوي لاخر العمر. تحياتي ليكي ولكل فريق العمل، بنشكرك جدا يا سيد. محمد النجار، صباح الخير عليك، ان شاء الله اللعيبه كلها تكون على قد المسؤوليه، واتمنى يكونوا جميعا في افضل احوالهم، لكن اللاعب اللي انا متوقع ليه التالق احمد فتوح وحمدي وزيزو، وان شاء الله يكون جميع اللاعبين في افضل حالاتهم ويفرحونا ونرجع من الاستاد مبسوطين بالبطوله الثانيه. خالد جمال، صباح الخير عليك، الجمهور اللي في المدرجات والجمهور اللي قدام الشاشات. يوسف، صباح الخير عليك، اتوقع تألق زيزو، لازم يكون فيه روح، والزمالك هيكسب ان شاء الله الفوز في استاد الرعب، وبالتوفيق للزمالك. 100 عقبه، تحياتي ليكي وقناه الزمالك، زملكاوي وافتخر